مره بوسه ديك بقى بس انا مش هتكلم عن الموقف ده لان الموقف ده اتكرر كتير. انا هقف هنا تحديدا وهتكلم عن الرجوله. واحده كانت في دبي واحده كانت في امريكا والتقوا في مهرجان القاهره يعني. لكن كل الكلام اللي انا قلته لحضراتكم يوم جنس الفنانه الراحله سوير بابلي حصل بالحرف. الرأي يا تم حد معاه حمو بيك؟ لا ما حدش معاه حمو بيك انا. وبيتريق باسلوب سخيف جدا ودمه تقيل جدا وسمك سماجه. انا ما شفت السماجه كده يا جماعه بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا كلنا تابعنا حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي امبارح، والملفت للنظر اللي معظم نجوم الفن حضروا افتتاح المهرجان باستثناء بعض الممثلين زي مثلا رانيا يوسف ما ظهرتش في مهرجان القاهره السينمائي. والملفت للنظر اكتر اللي اداره المهرجان السنه دي بتحاول تتفادى اللي حصل في مهرجان الجونه. بس سؤالي هنا تحديدا، ايه الفرق بين مهرجان الجونه ومهرجان القاهرة السينمائي؟ سؤال محتاج إجابة وهنجاوب عليه في حلقة النهاردة. وفي سؤال تاني برضو عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه في حلقة النهاردة، والفنانة يسرا والفنانة الهام شاهين ما حضروش جنازة الفنانة الراحلة سوير البابلي عشان كان واحدة في أمريكا وواحدة في دبي. الاتنين بقدرة قادر جم مصر عشان يحضروا مهرجان القاهرة السينمائي. سؤال برضو محتاج إجابة وهنجاوب عليه في حلقة النهاردة. وهتكلم كمان مع حضراتكم في حلقة النهاردة عن الأزمة الأخلاقية اللي بيعملها احمد الفيشاوي اللي بيكون متعمد عشان يظهر امام عدسات الصحفيين في اي مهرجان عشان يطلع ترند. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول حاجه حابب ابدا مع حضراتكم بيها في حلقه النهارده هو المشهد اللي ظهر امبارح، وهو افتتاح مهرجان القاهره السينمائي لدورته ال 43. يعني معنى كده اللي كان فيه 42 دوره قبل كده بتظهر بنفس الشكل بنفس الطريقه، ومهرجان القاهره السينمائي يعتبر مهرجان دولي وبيمثل دوله مصر. لحد هنا والامور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى هو اللي هتكلم مع حضراتكم فيه دلوقتي. واضح لإدارة المهرجان كان في تشديد على مظاهر الفنانين في حفل الافتتاح تحديدا، يعني بمعنى اصح العري والحاجات المثيره للجدل كانت قليله، او الفنانين مش عايزين يظهروا بمظهر غير لائق خايفين من رد فعل الجمهور. وده كان واضح جدا في افتتاح مهرجان القاهره السينمائي السنه دي، لان على سبيل المثال ما شفناش الفنانه رانيا يوسف في افتتاح المهرجان اللي دايما كانت بتعمل جدل في كل المهرجانات اللي فاتت. لكن معظم نجوم الفن بلا استثناء حضروا المهرجان، وكان على راسهم مين؟ الهام شاهين ويسرا وليلى علي. وكنت اتكلمت مع حضراتكم في حلقه قبل كده عن يوم وفاه الفنانه الراحله سوير البابلي. كانت الهام شاهين وليلى علوي وهلا صدقي في امريكا، ويسرا اعتذرت عشان كانت بتصور مسلسل في دبي. لحد هنا والناس معاهم عذرهم، كانوا مسافرين هيجوا يحضروا الجنازه ازاي؟ لكن بودره قادر يوم افتتاح مهرجان القاهره السينمائي تلاقي كل الفنانين دول موجودين في الافتتاح، ازاي؟ ما اعرف. الحاجه دي لازم اخدها دي، الحلاوه دي. بص هنا. واجمل حاجه واحده كانت في دبي واحده كانت في امريكا والتقوا في مهرجان القاهره. يعني مع احترامي لكل الناس اللي بيقولوا لي انت بتنتقد الهام شاهين ليه، لكن كل الكلام اللي انا قلته لحضراتكم يوم جنازه الفنانه الراحله سوير البابلي حصل بالحرف. قلت لحضراتكم يوم افتتاح مهرجان القاهره السينمائي كل الناس اللي بيقولوا احنا في امريكا وفي الامارات وفي الكلام ده كله هتلاقيهم متجمعين ورايحين يقفوا قدام عدسات الصحفيين عشان ياخدوا اللقطه ويطلعوا ترند. مش بعيد كمان يطلعوا يقولوا تصريحات مثيره للجدل عشان يطلعوا ترند ويتشافوا في مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما كلنا اتربينا على عادات وتقاليد ان العزاء واجب والفرح واجب، بس العزاء اهم مليون مره من الفرح. يعني انا المفروض ان انا اروح في العزاء، لكن ممكن الفرح اللي انا ما اروحش، لكن لما يحصل حاله وفاه لازم ان انا احضر. فالفنانه يسرا والفنانه الهام شاهين ما حضروش جنازه الفنانه الراحله سوير البابلي، لكن برضو كان من الواجب والاصول ان الناس دي تروح جنازه الفنانه الراحله سوير البابلي، لكن ما راحوش. دي وجهه نظر يا جماعه، وارد تكون صح وارد تكون غلط، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. طب السؤال هنا بقى تحديدا، ايه الفرق بين مهرجان القاهره السينمائي ومهرجان الجونه؟ مهرجان القاهره السينمائي يا جماعه هو مهرجان الجونه مع اختلاف الناس اللي بتروح هناك. يعني بمعنى اصح مهرجان القاهره السينمائي بيعرض مجموعه من الافلام المصريه وبيدي جوائز، زي مثلا الفنان الهام شاهين السنه اللي فاتت خدت جائزه احسن ممثل عن دور ايه؟ عن دور زينة المحرم اللي كانت عاملاه في احد الافلام. بس انا مشكلتي هنا تحديدا مش في الجائزه اللي خدتها، دي حاجة ترجع لإدارة المهرجان وأنا ماليش دخل فيها، لكن أنا بتكلم تحديدا هنا عن المظهر العام اللي بيظهر بيه الفنانين في المهرجانات تحديدا، والمظاهر الغير لائقة، فساتين غير لائقة أو عري أو كلام من هذا القبيل بيسيء لينا خارج مصر. أكيد حضراتكم شفتوا اللي حصل في مهرجان الجونة بيتكرر حرفيا
في مهرجان القاهرة السينمائي. وعلشان الناس تبقى فاهمة كده يا جماعة، المهرجان ده لمدة 10 ايام. يعني في الحفلة بتاعت الافتتاح تلاقيهم لابسين فستان، وتاني يوم فستان، وتالت يوم فستان، ورابع يوم فستان. فعلشان كده بقول لحضراتكم مهرجان الجونة هو مهرجان القاهرة السينمائي، واحنا بنحاول ننتقد المظاهر دي عشان المظاهر دي بتسيء لينا خارج مصر، وبنصدر صورة للرأي العام خارج مصر اللي هي دي حياتنا ودي عاداتنا وتقاليدنا. وسبق واتكلمت في اكتر من حلقة وقلت للفنانين او الوسط الفني لا يمثلوا الا نفسهم. وده ينقلني للنقطة التانية اللي كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، وهو عن بوسة احمد الفيشاوي لزوجته على الريد كاربت. احمد الفيشاوي يا جماعة بيتعمد اللي هو يبوس زوجته على الريد كاربت، بس انا مش هتكلم عن الموقف ده لان الموقف ده اتكرر كتير. انا هقف هنا تحديدا وهتكلم عن الرجوله. بوسه بقى كمان، بوسه بقى، بوسه يا فشاو. في كل مره بوسه يا فشاو. ديك بقى، ديك بقى. اوه هنا دي احلى، دي احلى. المشهد اللي انا بشوفه على الريد كاربت لما الصحفيين يبقوا واقفين ويقولوا مثلا لفنانه لفي او لفنان بوس زوجتك او الكلام ده، انا بحس ان احنا في سوق الرقيق، رجعنا لزمن الجاهليه مره تانية، والستات بتتعرى وتقف قدام الكاميرات ويقولوا لها لفي وكلام من هذا القبيل. وبالنسبه لاحمد الفيشاوي فالكلام اللي هو بيعمله ده كلام غير لائق بالمره وغير مقبول بالمره. انت حر مع زوجتك في بيتكم، لكن اللي انت تيجي في مكان عام وتبوس زوجتك فده فعل فاضح في طريق عام او في مهرجان دولي عام، وبتسيء لينا وبتسيء لكل المصريين. كامل احترامي لاداره المهرجان، لكن اللي بيحصل ده مظهر غير لائق بالمره ولازم اتخاذ اجراء ضد احمد الفيشاوي. نيجي لاخر خبر معانا في حلقه النهارده، وهو عن تامر عبد المنعم. ببساطه كده يا جماعه، تامر عبد المنعم طلع يتريق على حمو بيكا ويقول هو فين حمو بيكا، وبيتريق باسلوب سخيف جدا ودمه تقيل جدا وسمك سماجه. انا ما شفت السماجه كده يا جماعه بصراحه. ايوه على الرايق يا تامر. لا ما حدش معاه حمو بيكا هنا. كل الاحترام لتامر عبد المنعم، وانا مش هقول الفنان تامر عبد المنعم، لان اللي انت بتعمله ده اسلوب غير لائق بالمره. التنمر على اي حد حتى لو انا مختلف معاه في وجهه النظر فالكلام ده غير مقبول بالمره. وعشان نكون صراحه كده يا جماعه، دمه تقيل جدا، يعني حتى طريقه اللي هو بيتريق على حمو بيكا غير مقبوله، يعني ما بتضحكش يا استاذ تامر. ما ينفعش حد ضعيف وحد مقهور اللي انت تطلع وتدوس عليه وتبدا تتريق عليه في مهرجان دولي زي مهرجان القاهره السينمائي. اذا كنت انت مختلف معاه فليك مطلق الحريه اللي انت تختلف معاه، لكن اللي انت تتنمر عليه فالكلام ده غير مقبول بالمره، وانا اول واحد هطلع انتقدك لو شفت المظهر ده تاني. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. ايه راي حضراتكم في اللي بيحصل في المهرجانات السينمائيه، سواء مهرجان الجونه او مهرجان القاهره السينمائي؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.